شريحة اللي قدامي، شريحة appendix الأبندكس هذه صار لها acute inflammation، فاسم الشريحة acute suppurative appendicitis. طبعا هذه الميكوزا تنزل لوطة سب ميكوزا، بعدها المسكولارس أو المسكولار كوت، بعدها السيروزا. تمام، هتلقى acute inflammation، علامات الانفلاميشن تبدأ من الميكوزا لعند السيروزا، تتميز في كونه أن في infiltration لنيوتروفلز من الميكوزا او من طالع زيات من البلط لا ومنتشره من السيروزا لعند الميكوزا توصل لعند اليومن زي ما شايف هنا، فيه انفلتريشن او انفلتريت للنيوتروفلز في اليومن، فيه ألسر هنا وهنا ألسر واضح هنا هو او ألسر هنا وهنا، وهذا الانفلتريت او الانفلتريشن بتاع النيوتروفلز او الاكيوت انفلاماتوري سيلز لعند اليومن بتاع الميكوزا. هذا باللو باور، هذه كلها شريحة الأمبيدكس بالكامل. الهاي باور نشحوا الأكيوت إنفلاماتوري سيلز منتشرة صب ميكوزا واصلة لعند اليومن بتاع الميكوزا. هذا اليومن، هذه الميكوزا هنا يصير لها ulceration تمام، هذه في انفلتريت للخلايا، هذه هنا حتى السيروزا وصل فيها انفلتريشن، هذه المسكولر لاير تمام. توصف في الاخير بكل وصف نهائي، هتقول انت الشريحة هذه تمثل acute severe appendicitis section appendix with mucosa sub mucosa muscular coat and serosa. تبدأ بالميكوزا، ميكوزا show ulceration and lumen filled with acute inflammatory cells. تنزل توصف submucosa، تقول submucosa and muscular cord showed marked neutrophilic infiltrate، serosa show congested blood vessels, edema and neutrophils. تشخيص النهائي acute suppurative appendicitis. طبعا ما بذليش هنا ال blood vessels في السيروزا، لكن هنا او في blood vessel هنا في submucosa صار congested. هذه acute suppurative appendicitis.